شيء الحمد لله والف مبروك لجمهور تشرين الفوز الغالي، يعني بعد صعوبات كثيره بتجميع الفريق خصوصا بعد النكبه اللي صارت على سوريا وعلى الأندية بشكل عام. بالفتره الاخيره لمينا اللاعبين واستعدنا اللاعب الامريكي من الخارج ودفعنا شوي من دفعات اللعيبه المتبقيه ووعدناه مكافاه للفوز. طبعا الديربي دائما الفوز فيه له نكهه خاصه والحمد لله رح نوصل معه لابعد نقطه ممكن ان شاء الله.